احنا اليوم في ثانوية هيلية تندوت في إمغران نواحي ديال الورزازات مع مبادرة دير الديك من أجل تجهيز واحد الخزانة وقاعد المطالعة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ ديال الثانوية. كاين المقولة ديال خير جالس في الأنام كتابه، فهذه المبادرة جات من أجل تشجيع وتعزيز الروح ديال القراءة في صفوف التلميذات والتلاميذ. كنت متحمس أن أوصلي الخدمة اليوم، وبالنسبة للتلاميذ اللي مستوعبين اليوم ديال الثانوية التأهيلية بحال هذا هو النهار جاوبي باش يحسوا شنو هو العمل التطوعي، وخصوصا أن خزانة في الثانوية ديالهم هادشي مزيان بزاف، كلشي خدام كلشي داير يديه كلشي غادي مزيان. كتشوفوا تمكننا من تجهيز ديال المكتبات ديال الثانوية ديال تندوت، دازت لاكسيون واحد الجو اللي هو حماسي ودازت الامور بخير وعلى خير، وبزاف ديال المتطوعين جاونا من بزاف البلايص وكنشكرهم في هذه المناسبة. دير الديك، دير الخير تلقاه.